مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا شايفين دلوقتي دي مجموعة كلاب كتيرة قوي، كلاب جولدن على كلاب جيرمان على كلاب هاسكي. النهاردة عملنا حاجة جميلة خالص، وقلنا لازم الكلاب دي كلها حق ان هي تطلع تتمشط تتدلع تتروق، ان هي تلعب تروح شمال تروح يمين تتسرح تستحمى، الحاجات دي كلها. هنقول لكم دلوقتي عملنا ايه، ويا رب الفكرة دي تعجبكم، بس قولوا لنا رأيكم في الكومنتات بعد ما نسمع الفيديو. تمام، الكلاب دي زي ما احنا شايفين ان احنا في الفترة الاخيرة تمام ابتدينا ان احنا نحط الكلاب في بوكسات، يعني كل بوكس فيه مجموعة من الكلاب. زي ما احنا شايفين العنبر بتاعنا نضيف، الدنيا بتاعتنا نضيفة تمام التمام الحمد لله، مفيش لا ريحة ولا في كلام من ده، وبنأكل كل بوكس مع نفسه. تمام، خدت قرار امبارح، كان فيه هنا فوق كلابش وإيفان اهم، يعني كانوا عندنا هنا كلابش وإيفان مطلوقين لوحدهم ومعاهم مجموعة جراوي، وادي إيفان اهو. تمام، خدت قرار امبارح وقلت يا جماعة يا ناس ياللي معانا ياللي شغالين معانا، هنعمل حاجة كويسة جدا نفيد بيها الكلاب دي. الكلاب دي ليها حق ان هي تطلع تتهوى تتمشى الكلام ده كله. المساحة فوق هنا يا جماعة عبارة عن 30 متر في 2 متر، يعني 30 في 2، تعالوا نضرب 30 في 2 كده يدونا كام يا حميدة؟ 2 في 30 يدونا كام؟ يعني 60 متر. 60 متر، معلش يا جماعة أنا مش شاطر في الحساب. تمام؟ عملنا إيه؟ قلنا كل يوم هنحمي بوكس أو بوكسين ونطلعهم فوق من أول النهار لحد آخر اليوم. تمام؟ يعني هيكون معانا عدد 10 ساعات فسحة، 10 ساعات الكلاب تلعب فيه. حمينا النهارده البوكس ده تمام فاضي اهو، زي ما انتم شايفين البوكس بسم الله ما شاء الله نضيف ما فيهوش اي حاجه. تمام، حمينا البوكس ده وحمينا البوكس ده اهو فاضي برضو اهو، تمام ما فيهوش اي حاجه. تمام، وحمينا البوكس ده اهو، تمام فاضي برضو ما فيهوش اي حاجه. تمام، وحمينا مجموعه من البوكسات، ثلاث بوكسات حميناهم هم عدد الكلاب المتواجدين فوق دول. وبعد ما حميناهم قلت للجماعه اللي شغالين معانا يا جماعه هتطلعوا الكلاب دي تنطلق فوق تلعب تاخد راحتها خالص، وبعد ما ينشفهم تبداوا ان انتوا تنزلوهم واحد واحد، يعني انت تطلع فوق تسرح يا يوسف والكلب اللي تسرحه تنزله. ركز معايا يا يوسف، المفروض الكلب اللي يتسرح ينزل، يا اما سيبهم فوق يلعبوا. سيبهم سرحوا سيبه بس اعرفوا عشان ما تتوهش وترجع تسرح له تاني، بس اهم حاجه تسريح ايه بروفيشنال تكسس كراركس جباس مارك ايطالي. ايه ايه تكسس كراركس جباس مارك ايطالي ايه ملصق وميده تعويره ايه؟ بيلعب في نادي ايه؟ طبعا انا عايز الكلاب دي ايه؟ بروفيشنال. تمام؟ فاهم؟ وطبعا انت تروح تشوف عربيتك اللي انسرق منها التليفون امبارح. الفيديو اللي انا نزلته لك النهارده جايب مشاهدات ايه؟ لسه شايفه. كله عايز يشمت فيه. الناس كلها بتتفرج عليك وانت بتتغفل. الناس كلها بتتفرج عليك، مصر كلها شافتك وانت بتتغفل والتليفون بينسرق منك من العربيه. تعمل ايه في ايه؟ تعمل ايه في الحرامي؟ طب ما تعمل ايه في عقلك انت؟ المفروض تقفل الازاز. انا عايز الكلاب دي تحلف باليوم ده. اليوم ده يا جماعه هيبقى عباره عن يوم متعه كده للكلاب، تمام؟ يوم فريش يعني مقضيين حياتهم. لاحظوا بقى على وش الكلاب ايه كده اللي حاصل، يعني كل كلب واخد جنب كده وبيلعب وبيتحرك شمال ويمين، وياسين قاعد اساسا عامل نفسه بيسرح وما بيسرحش. تمام؟ وفي طبعا وفي واحده ما بتحبش التصوير مستخبيه ورا ايفان اهي، شايفين؟ بصوا يا جماعه قاعده عامله شبه ستوته. تمام؟ وايفان واقف لها مخبيها برضه، يعني ايفان مخبيها. تمام؟ وفي طبعا معانا البت ندى اهي برضه. تمام؟ هاي ايه؟ تكسس كراركس جباس مارك ايطالي. تمام؟ وطبعا يا جماعه طلعناهم فوق، وادي طبعا ريكو كمان اهو بيعمل حمام. الكلاب واخده راحتها خالص، انا شايف ان الكلاب مستمتعه بالموضوع. ايه رايكم يا جماعه اللي فوق؟ انتوا حاسين ان الكلاب مرتاحه؟ فرحانين يعني؟
ايه يا سيد؟ طبعا انت الموضوع مش جاي على هواه. بصوا بقى يا جماعه، احنا هناخد الكلاب مجموعات زي ما انتوا شايفين، دي بوكسات فيها كلاب اهي، تمام اهي نظيفه برضو ومنظفين والدنيا تمام التمام. حلو، هناخدهم مجموعات. يعني النهارده خدنا الثلاث بوكسات دول، بعد كده هناخد يا جماعه يا اللي فوق، عارفين بعد كده هتاخدوا ايه وايه؟ طيب انتوا عارفين عدد الكلاب الجيرمان الموجوده في البوكسات لو طلعتهم مع بعض، ولا تعملين بوكس بوكس؟ لا 50. البوكس دي فيها ايه والبوكس دي فيها ايه؟ ممكن تكتب اسامي البوكسه دي؟ اه تمام، وتنقله. ويا عم لو عايز تطلع عشان ما يتعاركوش، لان كلبش بتاع مشاكل. بعيبات. اه لو عايز تطلعهم عشان ما يتعاركوش، طلع اعمل البوكسه دي بكره والبوكسه دي بعد بكره. تمام. احنا النهارده مطلعين ثلاثه هم، الثلاثه دول متناسقين مع بعض. طبعا ريكو فرحان بيقول اخيرا لقيت حاجه جولد نلعب معاها. مكرون ولا مكرون؟ انا وصلت المرحله اللي خلاص خلاص يا جماعه، السن برضو فرق السن برضو والكبر وبتاع برضو، يعني كتر خيري. قايله بقى قاعده اهي متدلعه، تمام. يوم فري، يوم فري. المفروض كل كلب من دول يبقى معاه زمزميه وسندوتش جبنه ولانش. تعالوا بقى نلعب لعبه السلم اللي كان قبل كده موقع ابو نور. لو سمحتي تعالي كده ندى، نلعب لعبه السلم عشان نطلع فوق ونصور من فوق لو سمحتي. هنعمل كده. انت ارفعي دي، ارفعي دي لفوق، تمام اهو. ارفعي لفوق، ايوه كده، خليكي زي ما انت. ما هو ده السلم يا ندى اللي كسر لي ظهري قبل كده. اه نعمل بقى كده اهو ونبدا نطلع، تمام اهو. طبعا انا طلعت فوق كده يا جماعه، طبعا طلعت فوق. شو بقى الجو هنا يا جماعه، رهيب. طبعا كله عامل حمام وكلام من ده، بس برضو مش الحمام مش اللي هو يبهدل الكلاب. بعد ما ننزل الكلاب دي بالليل هننضف المكان ده تاني عشان نجهزه للكلاب بتاعت بكره. شوفوا بقى الدنيا هنا يا جماعه، والجو هنا عامل ازاي. شوفوا الدنيا عامله ازاي ولون الشمس. طبعا ادي المنظر، تمام. اوعي كده يا ندى. طبعا المنظر رهيب جدا، تمام. شايفين بس يا بت، المنظر طبعا رهيب جدا اهو. معقوله ندى اللي كانت بتخاف من الكلاب واقفه في وسطيه؟ ايوه. انت كنت بتترعبي من الكلاب يا ندى؟ لا، هم حلوين اهو. ما هم حلوين اهو. تعالوا نقرب شويه. طبعا اوعي يا بت، اوعي يا بت، اوعي يا ندى. طبعا كله اشتغل، كله. بس يالا، بس يالا ماكرون، يالا يالا ماكرون، عيب يالا. بتتجوز ايه؟ دي جولدن يا جزمه. طبعا ادي يا جماعه، على بكره هو ياسين. اول هو ياسين ما شافك طلع، انا يا جماعه يلا خلاص بسرعه اشتغلوا كلكم. طبعا ادي يا جماعه، كلاب واخده راحتها خالص. ونبقى يا جماعه اهم حاجه التسريح، اهم حاجه التسريح. عايزين حاجه بروفيشنال تكسس كراركس جباس مارك ايطالي تبع عيسى ملصخ وميدو تعور. ايه يا ابني؟ لا دي لغه. دخل في عنوان. طب سر، طب سر سر عشان هتنضرب. طبعا يا جماعه دي كانت الفكره اللي احنا حبينا نوريها لكم. وطبعا ادي المساحه، طبعا بسم الله ما شاء الله مساحه كبيره جدا ان الكلاب تلعب فيها وتاخد حريتها فيها النهارده. وهنعتبر بعد كده ان احنا هنمشي على المبدا ده على طول، وهنطلق الكلاب كل يوم في المكان اللي فوق ده، تمام. طيب يا ابو نور، ما طلقتش تحت ليه؟ يعني في ناس ممكن تسال نفسها تقول طب انت ما طلقتش تحت ليه؟ لو طلقت الكلاب دي تحت هنا، تمام، هيبقى بعيد عن التهويه، هيبقى الكلاب اللي تحت اللي في البوكسات هتهيج هيجان جامد جدا، ودول في نفس الوقت لما بيلاقوا هيجان حواليهم بيبداوا ان هم يخافوا ويخشوا البوكسات. لكن فوق هنا بيروحوا شمال ويمين وياخدوا حريتهم بطريقه جميله جدا. طبعا يا جماعه بعد ما الكلاب تنزل المكان اللي فوق بيتكنس وبيتنضف عشان يتجهز لبكره.
مليون مسا عليكم يا جماعه، يا رب الفكره تعجبكم وما تنسوش تكتبوها لنا في الكومنتات.